مخترعات تونسيات مرشحات لجائزة المخترعين الشباب لعام 2024. تابع معنا التفاصيل. استطاع فريق من مهندسات تونسيات شابات تتراوح أعمارهن بين 26 سنة و 28، وهن خولة بن أحمد وغفران العياري وسليمة بنت ميم وسيرين العياري، من تطوير نظام التحكم الذكي للكراسي المتحركة موفو براين. ويندرج اختيار وتونسيات صاحبتي الابتكار من ضمن ثلاثة فرق تتنافس في الدور النهائي على جائزة المخترعين الشبان ضمن فعاليات جائزة المخترع الأوروبي لهذا العام، التي تنظم تكريماً للمخترعين المتميزين دون سن 30. وقد تم اختيار المخترعات الشابات من بين أكثر من 550 مترشحاً لنسخة هذا العام. وكان الدافع أثناء دراستهن الجامعية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس العاصمة لتطوير هذا النظام، إصابة أحد أفراد عائلة إحداهن بإعاقة مفاجئة، ما رسخ الحاجة الماسة إلى تكنولوجيات مساعدة أكثر قابلية للتكيف. وستمكن هذه التقنية المستخدمين من تشغيل كراسيهم المتحركة باستخدام الصوت، إشارات الدماغ، تعابير الوجه أو بلمسة بسيطة عبر الهاتف الذكي. ويوفر هذا الابتكار استقلالية حديثة للذين لم يجدوا حظهم مع تقنيات المساعدة التقليدية. وستتنافس التونسيات ضد فريق هولندي وفريق أوكراني للفوز بجائزة المخترعين الشبان يوم 9 من جويلية القادم.